شايف عمر هشام، وانت اتكلمت عن دوره كمان في ايقاف خطوره والتر هوج. عمر من الناس الراقيه الهاديه، لعيب هادي جدا بيعمل اللي عليه سواء مع نادي الزمالك او حتى مع انضمامه لمنتخب مصر. شايف دور عمر هشام، هو واحد دلوقتي كمان من اقدم اللعيبه ومن كبات تمام. الفرقه. هو طبعا عمر هشام من اللعيبه الخبره العاليه جدا، اللعيبه المحترمه. يعني في كلام كتير قوي ما ممكن يتقال على عمر هشام، بدايه من البال اللي هي اللي كانت بره من سنه لغايه وقتنا هذا. عمر هشام جات له اصابه في الفتره دي. مع المنتخب ايوه صحيح. بالظبط. بس دلوقتي بنقدر نقول ان عمر هشام واقف على رجليه. عمر هشام قدر يوقف محترف في النادي الاهلي اللي اساسا مفيش حد بيوقفه في اي فرقه. صحيح. بيقدر ان هو يلم الفرقه بسرعه جدا. يعني ما شاء الله عمر هشام الماتشين بتوع الاهلي نقدر نقول ان هو احسن لاعب في المباراه في الفرقتين. فلا بسم الله ما شاء الله. احنا يا ريت ان عمر هشام والفرقه كلها تبقى بنفس المستوى بنفس الروح، لان هو بيلعب بروح عاليه جدا. فيا ريت ان الفرقه كلها لو وصلت لنفس الروح بتاعه عمر هشام، احنا اقول لك احنا ممكن نكسب كاس ودوري من غير محترف. لعيب لعيب خلوق جوه الملعب وبره الملعب، بيعمل اللي عليه، لعيب محترف. يعني دي اهم ده انا نقطه. بمثله كده في الكوره باحمد زيزو. زيزو لاعب تمام نادي الزمالك كره القدم. بحس ان عمر هشام في الباسكت زيه كلاعب، بيعمل اللي عليه، بيعمل ال 100% بتاعته، ملوش دعوه باي حاجه واي خالص. اجواء ليس لها علاقه بالرياضه. لا عمر هشام طبعا لعيب خلوق محترم، حصل دروبات في الماتشات اللي فاتت، قدر ان هو يلم الفرقه وهو جوه الملعب. طبعا دي حاجه كويسه جدا ان هو يقدر يمسك اعصابه، ان هو يقدر يحافظ على رتم المباراه سواء فنيا او نفسيا او بدنيا. فدي طبعا حاجه كويسه جدا في لعيب يعني لعيب سنه او دولي كابتن كمان. فرقه بالظبط، عشان يقدر النهارده انا لما انا اغلط اللعيبه الباقيه تعمل الصغيره تعمل ايه؟ فهو بيمسك نفسه في الحته دي بحيث ان هو يقدر يلم الفرقه. فطبعا بسم الله ما شاء الله يعني عمر من اللعيبه المميزه، وان شاء الله يفضل واقف على رجليه باذن الله لنهايه الموسم.